في كلمة بتتردد على لسان ناس كتير في حياتنا بنقابلهم أو علينا إحنا كمان، رموني. ناس دي رمتني، وأقل أقرب الناس ليا رموني، وكل أهلي رموني ومش لاقي حد حواليا. افتكر دايما قصة مريض بركة بيت حسدة. تخيلوا ربنا لما راح يقابله قال له تقلم قعدك هنا، قال له ليا 38 سنة ولكن ليس لي إنسان يلقيني في البركة ما تتحرك الماء. ليس لي إنسان. ناس كتيرة بيعدوا بالتجربة دي وبالإحساس الواقعي في حياتنا، ليس لي إنسان، مش لاقي حد، مش لاقي حد يعزيني، مش لاقي حد يقف جنبي، مش لاقي حد يسندني من كتر المرض ما خلص عليا، من كتر ما التجربة جابت آخري، من كتر ما أنا بطلع من مشكلة بدخل في مشكلة أكبر، من كتر ما حياتي بقت كلها تعب، حياتي كلها بقت إحباط، مش لاقي حد حتى يقول لي كلمة حلوة تسندني أو حتى تبل ريقي. رموني. كلمة دي جميلة جدا نقولها لربنا، إيه رأيكم؟ قول له كده ليس لي إنسان. أنا عارف يا رب إنه مهما كانت تعزية البشر فهي تعزية ناقصة. أيوب البار قال لأصحابه الثلاثة كلكم أطباء بطالون. للأسف التعزية بتاعتكم تعزية ناقصة، تعزية مش كاملة. قد تكون تعزية خارجية لكن مش التعزية اللي أنا عايزها، اللي تملأ قلبي، تملأ أشواق قلبي، تملاني من جديد وأبدأ بداية حياة جديدة في حياتي. عشان كده ممكن ما تلاقيش تعزية في وسط مرضك من إنسان، ممكن ما تلاقيش تعزية في وسط مشاكلك من أقرب الناس ليك، ممكن ما تلاقيش تعزية في وسط ضيقتك وفي وسط تعبك وفي وسط الحياة اللي كلها بالنسبة لك ملخبطة حتى من أقرب الناس ليك. اتعلم دايما كده زي ما قال القديس أغسطينوس، قال كلمة حلوة قوي، قال كده يا رب اللي بيمشي وراء أثارك مش بيضل، مش بس كده، اللي بيوصل لك اليأس يبعد عنه، وفي أحلى كمان اللي يمتلكك تمتلئ أشواقه كلها حب من ناحيتك. اتعلم دايما تمتلك ربنا جواك. ليه؟ هتسألني ليه؟ هقول لك لأنه هو اللي قال كده، فيما تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. من أهم الأسباب للتألم ربنا يسوع على الأرض، من أهم الأسباب الصليب والألم أنه يكون حاسس بيك. أول ما تقول آه هو قالها قبلك، أول ما تقول أنا دموع عيني على طول شغالة لغاية ما دموعي بدأت تجف هو عملها قبلك، أول ما تقول خيانة من أقرب الناس ليك هو جربها قبلك، هو تألم قبلك فهو حاسس بيك. أكتر شخص يحس بيك هو ربنا.